اوكي انت بدك توصل اندكس هاي الحاله اللي كان فيها دراجز كثير فانا خليها بريبريشن اندكس مش للتمبرري. اوكي وين بدك توصل الاندكس؟ من 7 من نصه هي من نصه. هل بترك الامبريشن ماتيريال جوا تري وانا بوصل الاندكس؟ لا بدي اطلعها. ايوه اذا اول شيء بطلعها. طيب اثنين القصه بدها تكون انا بدي استخدم البوستيريور اندكس ولا الانتيريور اندكس؟ مش انا قصيته بالنص هلا؟ صار عندي لور هاف عفوا انتيري هاف بوستيري هاف. انا لما اكون احضر سن بوستيريورلي اي اندكس اللي بستخدمه؟ اللي بالجزء الخلفي هون خليني بس اشير لك عليها اللي بالجزء الخلفي هون عند المولرز ولا الانتيريور؟ الايه انتيريور بوستيريور لانه اقول لك شغله عشان اشوف اذا استخدمت المولر ركبته ورا هون فالهاف اللي مكشوف مكشوف على نظري اما لما استخدم هذا الاندكس لهذا الجهه كيف بدي اشوف الا اذا مستخدم مراية. هلا في بعض الدكاتره الاذكياء شو بيعملوا؟ ما بيقصوا بس من النص، انا قصيت مثلا هذا الاندكس نفترض من النص، اوكي انت قصيت من النص. شو بيروحوا يعملوا؟ بعد ما يقصوا من النص انا حستخدم هذا الاندكس للبريبريشن. بستفيد منه انه بس احصل الاكلوجن اللي بدي اياه بقص انذر اندكس هون بالربع اللي هون وباستخدام المرور بشوف الميزيال بارت اوف ذا بريبريشن وبس اخلص بريبريشن وابروفد بقص شوي نفس الاندكس اللي كان من النص مقصوص بزيح القصه لديستالي فبشوف الديستال بريبريشن يعني نفس الاندكس بستفيد منه لثلاث بلينز اوف اورينتيشن. فهمتي الفكره؟ طيب خليني بس اشرح لك اياها على ورق. طيب منكمل عليه. اذا حكينا انه انا بدي اقص الاندكس بقصه بنص السن اوكي نص السن زحي لي اياه شوي اوكي. فاذا انا عندي اندكس هي المولر تقدر تصوري لي بس يمكن افضل انت تصوري ممكن تصوري لي اوكي. عندي الاندكس المولر هون اوكي قد شوي هي المولر هي المولر اللي انا ناويه احضره اوكي. واحنا سالنا سؤال ان اقص الاندكس من الاندكس من النص بدي اقصه عشان اشوف البريفيجن فاذا بقبعه من التري لازم اشيله من التري وبقصه من الوسط. قلنا نستخدم البوستيرير ولا الانتيرير؟ بوستيرير ليش؟ لان بدي اشوفه من الجهه اللي انا داخله منها في الفم من الميزيا اسهل لي. اذا بدي استخدم الانتيرير اندكس معناته الفتحه صارت بوستيريرلي بدي استخدم مرور اشوفها. طب انا قصيت الاندكس صار 2 شو بقدر استفيد منه؟ نفترض انا اعطيتك ابروفال على اللي بالنص هاي شو بعض الدكاتره بيعملوا؟ مش قصوا هاي القصه اللي هون بس خلصوا ياخذوا ابروفال والكلوزال سيرفيس تمام نفس الاندكس بيرجع بقصه هون فبيشوف الدستري حضر كويس ولا لا اوكي بخليها القطعه موجوده بس ايش بتكون زي فلاب بتفرج بعدين برجعها بتفرج شوي برجعها فبشوف مش بس الدستال وبقدر يحاكم البكل واللينجوال عليها. فاذا ضلت يعني هاي قصتها من النص برجع بقص قصه ثانيه ربع وبخليها متصله مع هاي بس بقدر ازيحها اتفرج وارجعها. طيب شو بيستفيدوا من الميزيال اللي بحكبها ما حكبها الاندكس الميزيال بصير يقص الميزيال اندكس من هون قصه ثانيه في الانتيرير اندكس بقصه على الربع السن يعني صار هون وبصير باستخدام الميرور بحط الميرور وبصير شايف الميزيال بريبريشن تاعته على جهه البكل اوكلوزال اولينجوال فبيستفيد من نفس الاندكس ثلاثه بس بهي الطريقه ذكيه اوكي.